إذا مشاهدينا الكرام صباحكم مبروك ومرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. فجينا اليوم أو كان جاي هذا البث هذا فغادي نروح على أننا نسمعوا آرائكم وتعليقاتكم حول التصرفات ديال بعض المواطنين اللي فما كيبغوش يلبسوا الكمامة أولا البابيت ديالهم، فما عرفناش من السبب اللي كيخليهم على أنهم يلبسوش هذه الكمامة اللي هي وقائية واحدة من أهم التدابير الاحترازية. فشنو النظر ديالكم متابعينا الكرام، شنو كيبان لكم في هذا الموضوع هذا؟ اخ علي، علي السلام عليكم خويا. اخ محمد الله يحفظك، اخ رضوان يعني سيرتو اننا كنعيشو يعني أجواء هذه ماشي يعني خيبة، يعني كل نهار كنسمعوا أعداد جديدة، كل نهار كنسمعوا أرقام قياسية. يعني الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، فكل نهار مع السكت تقول الله يحفظ، ما عرفتش شنو، ما عرفتش شحال نسمعوا اليوم الله يحفظ. يعني نهار على نهار فالعدد ديال الحالات غاديين وكيتزادوا، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب. محمد الله يحفظك، تحية طيبة لك أخي، وشوف تيفي الله يبارك فيك خويا، صباحكم مبروك والله يعطيك الخير، الله يحفظنا ويحفظك من هذا الوباء هذا. ففي نظركم متابعينا الكرام شنو اللي كيخلي هاد الناس هادو ما يرتاديوش الكمامة؟ وسيلة للحماية، يعني كتحمينا حنايا، فما عرفناش علاش بزاف ديال الناس ما كيبغوش يلبسوها. واش حيت زعما ثقافة جديدة علينا وموالفينش على أننا نلبسو الكمامة؟ يعني كتخناق، يعني كل واحد والظروف اللي عندو، ولكن كنشوفو بزاف ديال الناس اللي عاديين ولكن هما ما كيبغوش يلبسوها.
مرحبا بكم متابعينا الكرام. بالنسبه للناس اللي عاد تحقوا معنا مرحبا بكم من جديد. وكذلك نبغوا نرحبوا بالجاليه المغربيه ديالنا في ما كانش يعني في اي بلاد. فمرحبا بكم ونهاركم مبروك ان شاء الله. ابراهيم السلام عليكم. اخو ابراهيم صباحك مبروك. اخي يوسف سوري صباحك مبروك خويا. دائما معكم متابعينا الكرام مباشرة من حي سباشا. متابعينا الكرام حنا معكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. نتلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.